السلام عليكم. السيدة اللي عندها 35 سنة، عندها ابن وعندها بنت، حياتها مستقرة بنسبة 100%، بتعشق جوزها بالرغم من ان هو كان جواز صالونات، ولكن بعد الجواز حبته، وخصوصا كانت امنيتها في يوم من الايام ان هي تجيب اطفال، وربنا رزقها بالكلام ده كله، وزي ما بنقول لكم حياتها كانت مستقرة تماما. ربنا سبحانه وتعالى أراد شيء معين، ألا وهو إن أخو الزوج يتوفى في حادثة، وحادثة كبيرة ومشهورة جدا في مصر. الأخ اللي ساب 3 أطفال لمراته، الحما أو أمهم اللي دخلت في الأمر وأصرت إن ابنها التاني لازم يتجوز من أرملة أخوه، يعني لازم يتجوز علشان كمان يربي عيال أخوه. الحما اللي خيرت الزوجة ما بين حاجتين، الأول يا إلا توافق على الموضوع من غير ما تعترض ولا تتكلم ولا تقول أي كلمة، يا إلا التاني تتطلق وتروح لحل سبيلها. الزوجة اللي عندها 35 سنة اللي عايشة في استقرار تام، زي ما بتقول جوزها في حالة ميسورة، يعني الحمد لله مستريحين ماديا جدا، ولكن حماتها مصرة دلوقتي بعد وفاة ابنها التاني المفروض ان هو يتجوز من أرملة اخوه او من زوجة اخوه رحمة الله عليه علشان يربي العيال، وهو اولى بالموضوع ده. راحت لاكتر من فتوى دينية والموضوع مش مع الشرع تماما، يعني مش شرعي او مش المفروض ملزم بينا دينيا ان احنا نعمل حاجة زي كده، ولكن رجال الدين ورجال الفتوى قالوا لنا كلمة صغيرة في الموضوع ده، هي مش مجبرة على حاجة زي كده، والشرع ما قالش لازم وملزم بحاجة زي كده، ولكن لو عملت حاجة زي كده يبقى كتر خيرها، وده يبقى يعتبر ثواب ليها والأهل بيتها وخلافه، ولكن لو ما وافقتش مش ملزمة ان هي تعمل حاجة زي كده. الزوجة اللي بتحب جوزها جدا ودلوقتي ما بين حاجتين مخيرة، الأولاني ان هي تطلق، والتاني ان هي ترضى وترضخ للأمر الموجود وان هو يتجوز زوجة اخوه رحمة الله عليه علشان يربي العيال، بالرغم من كمان ان هي بتقول ان هي بتحب عيال اخوه جدا، ولكن هي مش مستقبلة او مش مستحملة الامر انه ممكن يحصل في يوم من الايام. يا ترى رأي حضراتكم ايه في الموضوع ده؟ توافق ولا ما توافقش؟ تطلب الطلاق ولا تسيب الحياة تمشي على وتيرة زي ما هي؟ هل هتستحمل ان جوزها اللي بتحبه ممكن يبقى مع واحدة تاني في يوم من الايام؟ ولا المفروض عليها ان ترضخ للامر الواقع وتعيش حياتها؟ ادوها نصيحة، على وعسى ممكن حد يقرأ النصيحة من قرايبها او خلافه. وهل فعلا الحق مع الحما في حاجة زي كده ولا لا؟ انا بعتبرها انانية زايدة، ولكن فعلا هي لو مرغمة على حاجة زي كده فهي مخيرة ما بين الطلاق وما بين ان هي تعيش الحياة. رأي حضراتكم مهم جدا جدا في الموضوع ده تحديدا، قولوا رأيكم بأمانة بعد تفكير قبل ما تقولوا الرد الأخير. سلام عليكم.